بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، هتكلم مع حضراتكم النهاردة في موضوع في منتهى وفي غاية الأهمية. الموضوع ده أنا قريت واستغربت جدا عن اللي قريته، ولكن تابعت وشفت فيديو عجيب الشكل، هحاول أحطه مع الفيديو اللي بسجله لحضراتكم عن موضوع خطير جدا جدا، اللي هو الفول اللي هو المدمس بتاع المصريين الغلابة، اللي هم معظم الناس عايشة حياتها عليه، وفطار، وممكن ناس بتتغدى وممكن ناس بتتعشى فول. المصايب الكبيرة والسموم اللي هي بتكون موجودة في الفول ده بتكون ازاي وبتكون عاملة ايه؟ تقرير صحفي شفته من خلال فيديو كان معمول من فترة على قناة التحرير، تقرير صادم صادم. احد الصحفيين عمل ان هو عايز شغل يعني، وهيشتغل عند واحد بتاع عربية فول. عربيات الفول دي وما أكترها في شوارع مصر، يعني آلاف عربيات الفول في الشوارع. طبعا الفول بياخد وقت كتير جدا علشان يستوي، أو اللي هو التسوية. الشخص ده لما عمل التقرير بتاعه لقى إنه أصحاب عربيات الفول بيحطوا مادة سامة أو مادة معينة علشان تنجز في تسوية الفول. بياخد بدل مثلا 10 أو 12 ساعة، بياخد مثلا ساعة أو ساعتين أو أكتر شوية أو أقل شوية. المشكلة كلها في المصيبة الكبيرة اللي الناس مش حاطة في دماغها إن هي بتسببها للبشر. كل الناس بقت تفكر إزاي تحصل على الفلوس، بصرف النظر هجيب أمراض يعني صعبة جدا للناس، ما يفرقش. هيموت ناس بسبب اللي أنا بعمله، ما يفرقش. يعني ما بقاش فارق عند الناس، بس هم محتاجين فقط للوصول للفلوس. كل حاجة دلوقتي بقت في الحياة هي بس الوصول للفلوس والكسب المال يعني. يا سيدي اكسب، انا مش بقول لا، اكسب. التجارة كويسة والتجارة شطارة زي ما بيقولوا، ولكن اكسب من حلال، مش تكسب على جثث الناس. انت ازاي تكسب وازاي تاخد الفلوس دي وتبقى مبسوط بيها وانت بتموت ناس تانية بسبب التصرفات الغلط اللي انت بتعملها؟ مش عارف يعني يروح فين الضمير، وضميرك يبقى وضعه ايه وشكله ايه لما نوصل للمرحلة اللي هو الأخ الصحفي ده بيحكي عليها، مرحلة في منتهى الخطورة. يعني الأدمية فين؟ فين الدين؟ ما عادش في دين خالص للدرجة دي إن الناس كلها مش بتدور بس غير على الفلوس. أخلاق الناس انحدرت والوضع بقى صعب جدا. الخطورة كمان انه يعني الناس بتقول ان دايما اصحاب العربيات مش بياكلوا من الفول بتاعهم، ودي شيء وده شيء عجيب جدا. يعني دي حاجة من المفارقات. ليه؟ لان هو عامل حسابه وعارف هو حاطط ايه في القدرة دي، او في الفول اللي هو بيعمله للناس، علشان كده ما بيقربش منه. مع ان المثل بيقول طباخ السم بيدوقه، بس هنا اللي طبخ السم في الفول مش بيحب يدوقه، بالعكس بيجيب اي اكل خارجي من اي محل تاني يكون مش فول، علشان عارف ان هو الفول بتاعه ده فيه مشاكل كتير. اللي انا بس عايز اقوله، فين الضمير يا جماعة؟ احنا ازاي بقينا عايشين بالشكل ده؟ انت هتكسب ملايين، انت ممكن حضرتك
تروح تتعالج بيهم. ربنا ما بيسيبش حاجة وما بيسيبش حقوق الناس، وربنا بياخد حق الضعيف. انت فاكر انك انت لما هتكسب فلوس ربنا مش هيقدر يحاسبك؟ بالعكس، وارد جدا الفلوس دي تاخدها تشتري بيها عربية، تعمل بيها حادثة تموت. وارد جدا ان ابنك يروح يشتري فول من عربية فول تانية بتاعت حد تاني بيعمل سموم تانية ويمرض بسبب اللي انت بتعمله حضرتك. بصراحة يا جماعة مش قادر افهم ولا استوعب ازاي واحد يبقى كل همه بس جمع المال. يا اخي ارحم، ده ربنا بيرحم. يعني انت بس الفلوس اهم حاجة في حياتك؟ الفلوس والله العظيم ما كانت كل حاجة في الدنيا، الفلوس بتروح وبتيجي. في حاجات اهم كتير جدا من الفلوس، في بركة، في رضا ربنا، في ان تبقى بتعمل خير علشان ربنا يوقف لك دايما الخير في حياتك. لكن في ناس انعدم عندها الضمير لأقصى درجة ممكنة. كل هم الناس دي هي بس أرقام البنك تزيد، الملايين تزيد، وما يخصوش وما يهموش ايه اللي ممكن يحصل للناس حواليه. لكن برضو زي ما قلت، والله ربنا ما بيسيبش حق حد، ولازم نخلي بالنا من النقط دي كويس جدا. ربنا قادر بكل بساطة ينتقم من أي واحد بيتعامل بجبروت وبيتجبر على الناس. ربنا هو الحق، هو العدل، يا رب الناس تفهم وتستوعب إن الحياة والله مش فلوس بس. يكفي إن الواحد يكون سعيد ويكون مبسوط، الفلوس دي في آخر المراكز اللي هي الإنسان ممكن يفكر فيها، لأن في حاجات كتير جدا 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 في مراحل متقدمة جدا عن الفلوس، مش قبلها خالص. يعني لازم الناس تفكر بهدوء، ونرجع لأيام زمان تاني، أيام الإخلاص وأيام القناعة. كان في قناعة كبيرة جدا من الناس. الناس وصل بيهم عدم القناعة لأن هم عايزين يكسبوا من أي شيء، بيحللوا الحرام والعياذ بالله، وبيستحلوا كل حاجة. أتمنى يكون يعني في فايدة للناس من الفيديو ده. المفروض نخلي بالنا، هي المشكلة كلها. أنا عارف أنا زي حضراتكم بتعامل برضو في الحاجة دي وبشتري فول ده، ولكن المشكلة كلها إنه والله ما عارف أقول إيه. بنجيبه يعني، إحنا حتى ما بنعرفش حتى نستغنى عنه، طب هنعمل إيه؟ ولكن يجب إنه يكون بعد اللي إحنا شفناه واللي إحنا سمعناه ده يكون في حدود قليلة جدا، لأن طبعا ما نعرفش المواد دي بتجيب سرطانات والعياذ بالله، بتجيب ايه، بتأثر في ايه، بتعمل ايه. ربنا يعافي الناس كلها يا رب، وربنا يشفي كل مريض، ويا رب الهداية للناس اللي هي يعني شاردة عن الدين وشاردة عن تعاليم وقيم ومبادئ لا يختلف عليها دين ولا يختلف عليها ديانة. يعني جميع الأديان السماوية بتحرم اللي بيحصل ده. أتمنى إن الناس كلها يا رب تهتدي إلى طريق الحق، وإن شاء الله يكون لنا لقاء قادم بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.